الو حبيبي. حبيبتي شفت اللي بيحصل بسوريا؟ هذا كرل الولد حاضر وعشيهم وهدعيهم وحميهم كمان بدري ونيمهم وغني لهم هسيب المكود البكرة عشان تعبانة مش قادرة ده شغل البيت يهد الحيل وهاتلي نعيش وكيس سكر وجبنا يا ريت ولو تقدر ما تسهرش لنص الليل. حبيبتي عيش وسكر ايه؟ وليه مش شايفة غير نفسك؟ بلد بتموت عشان الكل قال نفسي. حبيبي العيد خلاص قرب فشلي كم جنيه على جنب بلاش كالعادة تتهرب وتيجي تقولي وضعك صعب ومن جب بس سرت العيد وليه مش حاسة في الموضوع بلد بتموت عشان الكل عشان الكل مش حاسس حبيب أنا عاملة مش سماء عشان خايفة على يوم التد منامي من كتر أوجاعي بخاف أوصف مشاعر الحد بخاف على بكرة من بكرة وأخاف دايما أنا من الجاي وقلبي مات على فكرة لكنه مصر يظهر حي في ناس الغربة كسرة وناس الغربة كرها وناس مضطرة فبتبعد وشايلة بلدها جواها وهو يا سوريا ده الموضوع وطن بيموت عشان الكل مش سامع مش شايف مش حاسس قال نفسي وهو يا سوريا ده الموضوع وطن بيموت عشان الكل مش سامع مش شايف مش حاسس نفسي نفسي فهمت فهمت حبيبي اللي حجيب العيش والسكر مش هتأخر.